السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. تختلف أنواع الحيوانات التي تضع البيض وتتكاثر بواسطته، مثل الطيور وهي أكثر الحيوانات وضعا للبيض ومعظم الزواحف. فالحيوانات التي تتكاثر بالبيض تختلف عن بعضها البعض في طريقة وضع البيض وكيفية التزاوج وكيف يتم تصنيع العش وكيف تقوم بحضانة الصغار، والعديد من الاختلافات الغريبة الأخرى التي يتفاجأ المرء عند معرفتها. ومعنا في هذا الفيديو 10 من أغرب طرق وضع الحيوانات للبيض والتزاوج وحماية الصغار. ولكن أولا وفضلا لا تنسوا دعمنا بإعجاب، وتأكدوا من الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتتمكنوا من مشاهدة فيديوهاتنا القادمة، ونبدأ على بركة الله. رقم 10. دودة الحريشة. الحريشة أو أم 44 أو مئوية الأرجل هي طائفة من كثيرات الأرجل، وقد سميت بهذا الاسم ظنا أنها تحتوي على 44 من الأرجل، ولكنها في الواقع تحتوي على أرجل عديدة يتراوح عددها بين 20 إلى 300 رجلا، وقد يبلغ طولها في معظم الأحيان من 10 إلى 15 سنتيمترا، على الرغم من وجود بعض العينات تكون أطول من نصف المتر. وتحمل أم 44 طرفين طويلين تسميان بالزبانين، ويعد الطرفان الخلفيان أطول من باقي الأطراف حيث تستخدمهم في الإمساك بفرائسها ومهاجمتها. وتعد أم 44 الأنثى أما مثالية حيث أنها تحتضن بيضها من أسبوعين لثلاثة أسابيع، وذلك بأن تلف جسدها حولهم لحين الفقس، وتبيض الأنثى من 15 إلى 30 بيضة، وتضع البيض في عش في التربة أو في خشب فاسد، وتبقى الأنثى مع البيض تحرسه وتنظفه لحمايته من الفطريات، وتبقى الأنثى مع الصغار بعد أن تفقس وتحرسهم حتى يصبحوا جاهزين للمغادرة. وفي حالة الانزعاج تتخلى الأنثى عن البيض أو قد تأكله. وبعض أنواع مئوية الأرجل هي أمهات مضحية، مما يعني أن الأجنة تتغذى على أمها بعد الفقس. رقم 9. طائر الإيمو. وهو ثاني أكبر الطيور الحية في العالم بعد النعامة، ويقع التزاوج خلال شهري مايو ويونيو، وقبل ذلك تأكل الذكور بنهم شديد لبناء مخزونات من الدهن في الجسم استعدادا للتزاوج. وعكس الكثير من أنواع الطيور فإن الإناث قد تتقاتل فيما بينها لاجتذاب الأليف، والإناث قد تتزاوج عدة مرات مع عدد من الذكور، وتبني الذكور أعشاشا صلبة قاسية في وهدة أرضية شبه محمية، وذلك باستخدام اللحاء والعشب والعصي وأوراق الشجر، وتضع عدة حضانات من البيض خلال موسم التناسل، ويبلغ عدد ما تضعه الإناث في العش إلى 8 بيضات إلى 20 بيضة خضراء مزرقة، ويصبح الذكر حاضنا بعد أن تبدأ شريكته بوضع البيض، وقد يبدأ باحتضان البيض قبل أن تنتهي الأنثى من إكمال وضع البيض، ويقوم الذكر بحضانة البيض مدة 56 يوما تقريبا، ويتوقف الذكر عن الأكل والشرب ويقف فقط لتغيير وضعية البيض، وخلال فترة الحضانة التي تستمر 8 أسابيع يفقد الذكر ثلث وزنه، ويساعده على البقاء حيا مخزون الدهون في جسمه وندى الصباح الذي يمكن أن يلتقطه من العش. وتتصف طيور الإيمو بتعددية الأزواج، فبمجرد أن يبدأ الذكر بحضن البيض تبدأ الأنثى بالتجول من جديد، وقد تتزاوج مع ذكور أخرى وتضع المزيد من البيوض في أعشاش متعددة، وبالتالي فقد لا تكون الفراخ التي تفقس في عش ما من أبناء الذكر الذي حضنها، أو حتى قد لا تكون من أبناء أي من الوالدين، إذ تتصف طيور الإيمو بالتطفل على الأعشاش، وتغادر الفراخ عشها عندما يكون عمرها بين يومين وسبعة أيام، إلا أنها تبقى تحت رعاية أبيها إلى أن تبلغ 18 شهرا قبل أن تستقل استقلالا تاما. رقم 8. البطريق الإمبراطوري. البطريق الإمبراطوري هو أطول وأثقل أنواع البطاريق الباقية على وجه الأرض، وهو مقصور في وجوده على القارة القطبية الجنوبية، وتتوزع مناطق تفريخه في مستعمرة ضخمة حول السواحل الجليدية، وقد تسير الطيور متهادية لمسافة تتراوح بين 50 و 120 كيلومترا حتى تصل إلى مستعمرات تفريخها، وتضع الأنثى بيضة واحدة في شهر مايو أو يونيو، وبعد وضعها البيضة تكون المخزونات الغذائية الجسدية للأنثى قد نضبت تماما، فتنقل البيضة بكل حذر إلى الذكر ثم تغادر عائدة إلى البحر حيث تمضي شهرين لتقطات، ويمكن لنقل البيضة من حضانة الأنثى إلى حضانة الذكر أن يكون محفوفا بالصعوبة، فالكثير من الأزواج تسقط البيضة أو تحدث فيها صدعا أثناء نقلها، وحينها يموت الفرخ بداخلها فورا، فلا تستطيع البيضة الصمود على الأرض المتجمدة لأكثر من دقيقتين، وبعد عودة الأنثى إلى البحر وانتقال البيضة إلى حضانة الذكر، يمضي الذكر أيام الشتاء المظلمة العاصفة حاضنا البيضة تحت طية من جلد بطنه، ويوازنها على طرف قدميه كي لا تسقط أرضا،
ويستمر على هذه الحال ما يقارب 75 يوما متتاليا حتى يفقس الفرخ. والبطريق الإمبراطور هو النوع الوحيد من البطاريق الذي يحتضن بيضه بهذا الشكل. وأما بقية الأنواع فيتناوب الذكر والأنثى على القيام بهذه المهمة، وتتجمع الذكور مع بعضها بسبب البرد القاسي وتتناوب على الوقوف في وسط التجمع. وقد تدوم عملية الفقس ما بين يومين إلى 3 أيام نظرا لمدى سماكة قشرة البيضة. ويفقس الفرخ عادة قبل رجوع الأم من البحر، فيطعمه الأب مادة شبه رائبة تتكون من البروتين والدهون، وتفرزها غدة في مريئه، وتعرف هذه المادة بحليب الحوصلة. ويمكن للأم أن تعود من رحلتها البحرية يوم الفقس مباشرة، وقد تطول عودتها حتى 10 أيام بعد الفقس، وتتعرف الأنثى على أليفها وسط مئات البطاريق الذكور الأخرى من خلال نداءاته. فتتولى رعاية الفرخ وتطعمه مما في معدتها من الأسماك المهضومة جزئيا، وكثيرا ما يتردد الذكر بتسليم صغيره الذي رعاه عدة أشهر إلى شريكته، ولكنه يذعن في النهاية لشدة جوعه ويغادر إلى البحر ليقتات. وبعد ذلك يتناوب الاثنان على رعاية الصغير، فيحتضنه أحدهما بينما يتجه الآخر إلى البحر ليقتات. وبحال طالت غيبة أحد الأبوين أو لم يرجع إلى المستعمرة بتاتا، فيتخلى الآخر عن الفرخ ويعود إلى البحر تاركا الصغير ليواجه مصيره المحتوم. ويلاحظ أن الفراخ اليتيمة لا تصمد وحدها أبدا، كما لوحظ أن الإناث التي لم تتزاوج أو فقدت فرخها تحاول احتضان إحدى الفراخ الشاردة أو تسعى لخطف إحداها من والدته. رقم 7. التمساح. وعندما تنضج التماسيح عموما بطول يقارب المترين تبدأ في التزاوج، ويكون موسم التزاوج في أواخر الربيع في أبريل ومايو. وتشكل التماسيح مجموعات كبيرة من الحيوانات تجلس معا لبضع دقائق عدة مرات في اليوم، وعادة يكون بعد شروق الشمس بساعة إلى 3 ساعات، ويصاحب ذلك أصوات قوية من ذكور التماسيح، وقد تقوم بعض الذكور بصفع رأسها قويا للتعبير عن رغبتها في التزاوج. وفي ليالي الربيع تم العثور على تماسيح تتجمع بأعداد كبيرة للتودد الجماعي، وهو ما يسمى برقصات التماسيح. وبعد التزاوج تبني الأنثى عشا من النباتات، فيوفر تحلل الغطاء النباتي الحرارة اللازمة لاحتضان البيض، ويتم تحديد جنس النسل من خلال درجة الحرارة في العش، فدرجات حرارة الحضانة 30 درجة مئوية أو أقل تنتج عددا من الإناث، وأما التي تبلغ 34 درجة مئوية أو أعلى تنتج ذكورا بالكامل. ويساعد سن التمساح الصغير على الخروج من بيضته أثناء فترة الفقس، وتدافع الأم عن العش من الحيوانات المفترسة وتساعد صغارها على الماء، وتوفر الحماية للصغار لمدة عام تقريبا إذا بقوا في المنطقة. ولكن التمساح البالغ قد يأكل بشكل منتظم إخوته الأفراد الأصغر منه سنا. رقم 6. طائر روبن الأمريكي. روبن الأمريكي هو طائر مهاجر يتم توزيعه على نطاق واسع في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. ويبدأ روبن الأمريكي في التكاثر بعد فترة وجيزة من عودته إلى نطاقه الصيفي، ويقع العش في الغالب على ارتفاع من 2 إلى 5 أمتار في شجيرة كثيفة، وتبنيه الأنثى وحدها من العشب الطويل الخشن والأغصان والورق والريش، ومبطن بالطين الملطخ ومبطن بعشب ناعم أو مواد ناعمة أخرى، وتضع الأنثى من 3 إلى 5 بيضات زرقاء فاتحة وتحتضنه الأنثى وحدها، ويفقس البيض بعد 14 يوما، وتكون الكتاكيت عارية وتغلق أعينها في الأيام القليلة الأولى بعد الفقس، وتتغذى الكتاكيت على ديدان الأرض والحشرات والتوت، وجميع الفراخ تغادر العش في غضون 2 أسبوع، وحتى بعد مغادرة العش سيتبع الصغار والديهم ويتوسلون الطعام منهم، وتتطور أجنحة الفراخ الصغيرة بسرعة ولا يستغرق الأمر سوى 2 أسبوع حتى تصبح ماهرة في الطيران. رقم 5. الضفدع الثور. وهو ضفدع يعيش في المسطحات المائية والمستنقعات والبرك والبحيرات الدائمة، ويتم التزاوج عن طريق التواصل بصوت عال، ولهذا سمي الضفدع الثور. وبعد اختيار الذكر تضع الأنثى البيض في منطقته، وأثناء التزاوج تختار الأنثى موقعا في المياه الضحلة بين النباتات، وتضع دفعة تصل إلى 20,000 بويضة، ويطلق الذكر الحيوانات المنوية في نفس الوقت مما يؤدي إلى الإخصاب الخارجي، ويشكل البيض ورقة رقيقة عائمة قد تغطي مساحة تصل إلى 1 متر، وتفقس في 3 إلى 5 أيام، وتفضل الضفادع الصغيرة حديثة الفقس العيش في المياه الضحلة على قيعان الحصاد دقيقة، وقد يعكس هذا عددا أقل من الحيوانات المفترسة في هذه المواقع أثناء نموها. وتحتوي الضفادع الصغيرة في البداية على 3 أزواج من الخياشيم الخارجية، وعدة صفوف من الأسنان الشفوية،
ولديهم أفواه متجهة للأسفل وأجسام عميقة وذيول مع زعانف ظهرية وبطنية عريضة، ويضخون الماء من خلال خياشيمهم عن طريق حركات أفواههم، وتتغذى وتنمو بترشيح الطحالب وحيدة الخلية وحبوب اللقاح. رقم 4. الصراصير. وتستخدم الصراصير الفرمونات لجذب رفقائها، ويمارس الذكور طقوس المغازلة مثل العديد من الحشرات، وتتزاوج الصراصير بعيدا عن بعضها البعض مع تلامس أعضائها التناسلية، وتظهر إناث الصراصير أحيانا وهي تحمل أكياس البيض في نهاية بطونها، ويحمل الصرصور الألماني حوالي 30 إلى 40 بيضة طويلة رفيعة في كبسولة، وقد تستغرق كبسولة البيض أكثر من 5 ساعات حتى تصبح بيضاء ناصعة في البداية. والحوريات الصغيرة هي في البداية حوريات بيضاء ناصعة وتستمر في نفخ نفسها بالهواء، وتصبح أكثر صلابة وأكثر قتامة في غضون 4 ساعات، ويستغرق التطور من البيض إلى البالغين من 3 إلى 4 أشهر، وعادة ما تربط الأنثى غلاف البويضة بالركيزة وتدخله في شق وقائي مناسب، ومع ذلك فإن بعض الأنواع تحافظ على البيض داخل أجسامها حتى تفقس. رقم 3. الفراشة الملكية. الفراشة الملكية هي نوع من الفراش الكبير تتميز بلونها البرتقالي والأسود، وهي منتشرة في أمريكا الشمالية، وعندما يحل فصل الربيع تتزاوج الفراشات الملكية، ويلاحق الذكر الأنثى ويجبرها على النزول على الأرض، وتتجمع الفراشات وتبقى ملتصقة لمدة 30 إلى 60 دقيقة، ويتم وضع البيض منفردا على الجانب السفلي من ورقة صغيرة من نبات الصقلاب، ويكون البيض لونه كريمي أو أخضر فاتح، ويتراوح عدد البيض من 290 إلى أكثر من 1000 بيضة، ويستغرق البيض من 3 إلى 8 أيام لينمو ويفقس إلى يرقات، وتمر اليرقة بخمس مراحل نمو رئيسية مميزة، ففي الطور الخامس تظهر البقع البيضاء على الأرجل، وتبدأ أزواج من المجسات السوداء في النمو، وعندما تكتمل اليرقة وتأكل المزيد من أنسجة الأوراق، وبعد ذلك تتوقف عن التغذية وتبحث عن موقع لتكوين الشرنقة، وتستدير وتلتصق بأمان مع زوجها الأخير من الأرجل الخلفية وتتدلى رأسا على عقب، وفي درجات الحرارة العادية في الصيف تنضج في غضون من 8 إلى 15 يوما، وخلال هذه المرحلة تتشكل الفراشة البالغة، وفي غضون يوم يصبح الهيكل الخارجي شفافا وتكون الشرنقة أكثر زرقة، وتظهر الفراشة البالغة وتتدلى لبضع ساعات حتى تجف أجنحتها، وبمجرد أن تسمح الظروف بذلك تطير وتتغذى على مجموعة متنوعة من نباتات الرحيق. رقم 2. السلاحف البحرية. وتتزاوج السلاحف البحرية في المياه الساحلية الضحلة، وقد تهاجر السلاحف البحرية الناضجة آلاف الأميال للوصول إلى مواقع التكاثر، وبعد التزاوج في البحر تعود إناث السلاحف البحرية البالغة إلى اليابسة لتضع بيضها، وتسحب أنثى التعشيش نفسها على الشاطئ، وتجد رمالا مناسبة لتكوين العش فيها، وباستخدام زعانفها الخلفية تحفر حفرة دائرية بعمق 40 إلى 50 سنتيمترا، وبعد حفر الحفرة تبدأ الأنثى بملء العش بالبيض ذي القشرة الناعمة، وقد تضع من 30 إلى 50 بيضة، وبعد الانتهاء من البيض تعيد ملء العش بالرمال، وتعيد نحت السطح وتنعيمه ثم تقوم بتمويه العش بالنباتات حتى يصبح غير مرئي نسبيا، وقد تحفر أيضا أعشاشا خادعة حتى تموه المفترسات، وتستغرق العملية برمتها من 30 إلى 60 دقيقة، ثم تعود السلحفة إلى المحيط تاركة البيض دون رعاية، وتتناوب إناث السلاحف البحرية بين التزاوج في الماء ووضع بيضها في الرمال، وتعشش معظم أنواع السلاحف البحرية بشكل فردي، لكن السلاحف البحرية ريدلي تأتي إلى الشاطئ بشكل جماعي، ويفقس البيض في عش واحد معا خلال فترة زمنية قصيرة، وتتحرر صغار السلاحف البحرية من قشرة البيضة وتحفر عبر الرمال وتزحف في البحر، وتفقس معظم أنواع السلاحف البحرية في الليل، ومع ذلك فإن سلحفات كيمبريدلي البحرية تفقس عادة خلال النهار، وتعتبر أعشاش السلاحف البحرية التي تفقس أثناء النهار أكثر عرضة للحيوانات المفترسة. لقد وصلنا إلى الأفضل مع قناة صحي عقلك، ونتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بموضوعاتنا، فتأكدوا من الاشتراك والإعجاب للحصول على المزيد من مقاطع الفيديو الرائعة، ونحن في انتظار ملاحظاتكم وآرائكم في التعليقات لتطوير القناة وإنشاء المزيد من هذه الفيديوهات. رقم 1. الثعابين. فعلى الرغم من أن الثعابين تستخدم مجموعة واسعة من أنماط التكاثر، ويظهر الانتقاء الجنسي في الثعابين، فكل الأنواع لها تكتيكات مختلفة في اكتساب الأنثى، ويشمل القتال بين الذكور للإناث التي يرغبون في التزاوج معها احتلال المرتبة الأولى،
وتضع بعض أنواع الثعابين بيضا وتتخلى عنه بعد وقت قصير. ومع ذلك فإن بعض الأنواع مثل الكوبرا الملك تقوم في الواقع ببناء أعشاش وتبقى بالقرب من الصغار بعد فترة الحضانة، وتلتف معظم الثعابين حول البيض وتبقى معها حتى تفقس، ولن تترك أنثى الثعبان البيض إلا للاستمتاع في بعض الأحيان بأشعة الشمس أو شرب الماء. وبعض أنواع الثعابين تلد بيوضا وتحتفظ بالبيض داخل أجسامها حتى تكاد تكون جاهزة للفقس. وفي الآونة الأخيرة تم التأكيد على أن العديد من أنواع الثعابين ولود بالكامل، مثل البوا العاصرة والأناكوندا الخضراء، والتي تغذي صغارها من خلال المشيمة وكذلك كيس الصفار، وهو أمر غير معتاد للغاية بين الزواحف، وغالبا ما يرتبط الاحتفاظ بالبيض والولادة الحية بالبيئات الباردة. شكرا لكم أعزائي على المشاهدة، تحية طيبة لكم جميعا، ونلتقي بكم في الفيديو القادم على خير بإذن الله. في أمان الله ورعايته.